السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الأول متوسط، معكم معلمتكم حصة 4. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استدادا للدرس. أجلسوا جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، عنوان الدرس الكواليت، وهو عمل جماعي للوحة جدارية مجزأة لمربعات. الهدف العام معرفة عمل الكواليت، وهو عمل جماعي لوحة جدارية بحجم كبير مجزأ لمربعات. الأهداف الخاصة: أن يتعرف الطالب والطالبة على الكواليت وهو التجميع والترقيع، أن يقص الطالب والطالبة ورق الكانسون الملون، أن يرسم الطالب والطالبة الملامس الخطية المتنوعة بالفلومستر على ورق ملون، أن يستخدم الطالب والطالبة الصمغ بمعايير مناسبة، أن يجمع الطالب والطالبة الورق الملون على خلفية كبيرة جدارية. ما هي الكواليت يا أبنائي وبناتي؟ تعرفنا عليها في دروسنا السابقة. ماذا؟ أحسنتم، هنا ماذا؟ عمل جداري كبير مجزأ لمربعات، يوجد به ماذا؟ ملامس خطية. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. هل يكون الورق ملون أم لون أبيض فقط؟ أحسنتم، ورق ملون يرسم عليه ماذا؟ ملامس خطية التي نريدها يا أبنائي وبناتي. هنا نرى ماذا؟ نموذج للكواليت، هنا ورق ملون رسم عليه ماذا؟ ملامس خطية متنوعة. ما هي الأدوات التي نحتاجها لعمل الكواليت؟ بداية سوف أحتاج رسم مربع. قد أحتاج ماذا؟ المسطرة والمقص وقلم الرصاص، وكذلك ماذا؟ لرسم الملامس الخطية أحتاج ماذا؟ أحسنتم، ألوان فلوماستر. وماذا يا أبنائي وبناتي؟ أحتاج كذلك ماذا؟ صمغ ممتاز لتثبيت العمل الفني، وكذلك ورق الكانسون الملون، وخلفية للعمل. في المنزل قد تكون خلفية صغيرة، لكن في المدرسة خلفية كبيرة جدارية. بداية يا أبنائي وبناتي، الخطوات ماذا؟ بداية أرسم مربع. المربع هنا ماذا؟ هل أضلاعه مختلفة أم متساوية؟ ممتاز، أضلاعه متساوية. سوف نرسم بحجم 10 سنتي أضلاع متساوية بقلم الرصاص، ثم أقصه باستخدام المقص. وأكون حذرة، لماذا يا أبنائي وبناتي؟ أحذر من استخدام المقص، لأنه ماذا؟ أداة حادة. ثم أرسم ملامس خطية التي أريدها. هل أريد أن أرسم مستقيم؟ خط مستقيم أم خط متعرج أم نقاط أم دوائر؟ ممتاز يا أبنائي وبناتي، أرسم ماذا؟ ملامس خطية التي أريدها، ثم ماذا؟ أثبتها على اللوحة باستخدام الصمغ. ننتقل للتطبيق العملي يا أبنائي وبناتي، وماذا أحتاج يا أبنائي وبناتي لعمل الكواليت. ماذا نحتاج يا أبنائي وبناتي لعمل الكواليت؟ ماذا أحتاج يا أبنائي وبناتي؟ قد أحتاج ورق ملون، هنا ورق ملون بألوان عدة. وماذا؟ ماذا نشاهد هنا؟ ممتاز، هنا ألوان الفلوماستر والصمغ والمقص، ممتاز، وقلم الرصاص، وهنا المسطرة. ممتاز يا أبنائي وبناتي. بداية في الكواليت ماذا؟ أحتاج ماذا؟ أن أرسم، ممتاز، أن أرسم مربعات بطول ماذا؟ ممتاز، بطول 10 سنتي. أرسم المربعات بطول 10 سنتي. ممتاز، أرسم المربعات بطول 10 سنتي.
ممتاز. وأقص ماذا؟ بألوان مختلفة. أقص باستخدام ألوان مختلفة بنفس الطول وهو 10 سنتي. هنا نرسم مربع بطول 10 سنتي ونقص. وأكون حذرة، لماذا أكون حذرة من استخدام المقص يا أبنائي وبناتي؟ لأنه أداة حادة. أنوع استخدام الألوان. أرسم بألوان عدة. ممتاز يا أبنائي وبناتي. هنا أقص المربعات. المربعات لابد أن تكون ماذا؟ أضلاعها متساوية. ممتاز. بعد أن أنتهي من القص ماذا أفعل؟ ممتاز، أرسم الملامس الخطية التي أريدها، من خط مستقيم لخط متعرج. ممتاز. ممتاز، أرسم الملامس الخطية التي أريدها. هنا سوف أستخدم ماذا؟ الخط المتعرج لرسم الملامس الخطية، وكذلك الخط المستقيم. ممتاز. هنا يا أبنائي وبناتي ننتقل للورقة الثانية ونرسم الملامس الخطية التي نريدها، من خطوط مستقيمة لخطوط متعرجة، ثم أثبتها على اللوحة الجدارية الكبيرة. أرسم الشكل الذي أريده يا أبنائي وبناتي. وأستطيع ماذا؟ استخدام، ممتاز، لونان للتلوين. ورسم ماذا؟ ملامس خطية جميلة. وأتنوع باستخدام الألوان، ثم أبدأ ماذا يا أبنائي وبناتي؟ وننتهينا من رسم الملامس الخطية. أبدأ بالتثبيت باستخدام ماذا؟ ماذا أستخدم للتثبيت؟ الصمت. أسمي بالله وأبدأ. أسمي بالله وأبدأ وأضع الصمت على اللوحة وأبدأ بالتثبيت. ممتاز. هنا أضع الصمت، ثم أضع الصمغ على الورقة وأبدأ بالتثبيت. وأضغط على الورقة لتثبت. ممتاز يا أبنائي وبناتي. ممتاز. هنا ماذا نعمل؟ الكواليت هو لوحة جدارية مجزأة لمربعات. وثبت باستخدام الصمغ الورق الملون وأضغط عليه ليثبت جيدا. هنا أضع الصمغ كمية قليلة لكنها في جميع الاتجاهات. كمية قليلة لكنها في جميع الاتجاهات. ممتاز. أثبت
ممتاز. ممتاز يا ابنائي وبناتي، هنا ماذا نثبت؟ ممتاز الكواليت، وأستطيع عمل الكواليت في المدرسة بلوحة جدارية كبيرة. ممتاز، أستطيع في المدرسة عمل لوحة جدارية كبيرة باستخدام الكواليت، وهو عمل ماذا؟ جماعي. أحسنتم. عندما أنتهي من تثبيت الورق ماذا أفعل يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، ماذا أفعل؟ أرسم بقلم. ممتاز، بقلم الأسود ماذا؟ خطوط صغيرة بين الورقة. ممتاز، ما بين الورقات، لأن ماذا عملنا اليوم؟ ماذا هو التجميع هنا والترقيع. ممتاز، هنا نرسم خطوط صغيرة. ممتاز، في جميع الاتجاهات، وأتأكد من تثبيت الورقة جيدا. ممتاز يا ابنائي وبناتي، هنا ماذا؟ انتهينا من عمل الكواليت، وهو عمل جماعي للوحة جدارية مجزأة لمربعات. أحسنتم يا ابنائي وبناتي، أداء رائع، بارك الله فيكم لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على عمل الكواليت، وهو لوحة جدارية كبيرة مجزأة لمربعات. تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي بتدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة مراد اكتسابها لمهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.